لكن تدريب الاهلي في ملعب التتش في تفاصيل اكتر. اروح بسرعه لزميلنا فاروق صلاح المتواجد حاليا في مقر النادي بالجزيره. فاروق مساء الفل، اخبارك واخبار الفريق؟ وعايزين نطمن على الاستعدادات لمباراه انبي بعد لقاء الامس، وما لمسته من اخبار ومعلومات في تدريب الفريق اللي بدا حوالي الساعه 5. برحب بك زميلي العزيز محمد سعيد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما انت قلت ابتدى تدريب النادي الاهلي في تمام الساعه 5. الروح اللي لمسنا في اللاعبين ويعني السعاده اللي عند الجهاز الفني بعد الصعود والفوز على فريق سان جورج الاثيوبي والصعود الى دور المجموعات، خلاص بتقفل الملف الافريقي بكل ايجابياته بكل الامور اللي فيه. فريق بيبدا طبعا استعداده اليوم يا محمد لمباراه انبي، مباراه الدور قبل النهائي لكاس مصر، البطوله الهامه جدا بالنسبه لمستر كولر اللي خلاص فتح الكلام النهارده قبل انطلاق المران، عقد محاضره مع اللاعبين طبعا شكرهم على الاداء في مباراتي سان جورجو، اتكلم على كتير جدا من الامور الايجابيه اللي اداها اللاعبين وسياسه الروتيشن اللي بيتبعها دايما مستر كولر مع اللاعبين، وقال لهم صراحه انا ما عنديش لعيب اساسي ولعيب بديل، اللعيبه كلها وقت ما بحتاج اي لاعب لازم يكون على القدر المستوى وقدر الحدث، ودي الامور اللي احنا لمسناها في اللاعبين. طبعا اتكلم مع اللاعبين على اهميه مباراه انبي المرحله القادمه، مرحله صعبه جدا، بقى عندك مباراه انبي ثم مباراه الاسماعيلي ثم طبعا هينطلق الماراثون الافريقي وبطوله سوبر الافريقي، يعني مباراه مهمه جدا مباراه انبي اكد عليها مستر كولر وقال يعني ضروري تحقيق الانتصار في هذه المباراه والصعود الى المباراه النهائيه وطبعا مصالحه جماهير النادي الاهلي بعد الاخفاق في مباراه السوبر الافريقي. طبعا يا محمد النهارده كان التدريب يعني استشفى للمجموعه اللي شاركت فيه اللقاء بالامس، ثم التدريب بقى يعني تقدر تقول بقى يعني انطلق التدريب بفقره لبدنيه مع تيتسيان اندويا مخطط احمال النادي الاهلي، وبيحاول دايما انت عارف ان مستر كولر بيحاول يوازن في الحمل التدريبي بين اللعيبه اللي شاركت في المباريات بالامس واليوم، يبقى في توازن وبالانس كده ما بين اللاعبين. فتيتسان اندويا بيشتغل على الجانب البدني، ايضا فقره لحراس المرمى مع ميتشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. مستر كولر كلامه مع اللاعبين شافوا بعض التوجيهات اشاد يعني وقف مع اللاعب كريم الديبيس واشاد بادائه والمجهود اللي عمله بالامس، الروح اللي احنا لمسنا من اللاعبين من الجهاز الفني. عايز اقول لك يا محمد ان شاء الله الفتره القادمه بقى فتره كلها خير باذن الله للنادي الاهلي. عايز اطمنك على الجانب الاخر يا محمد على المصابين، يعني خليني اكد لك يعني خلاص يعني صلاح محسن في المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي زي ما اكد لنا الدكتور احمد جبلله، الامور بالنسبه لصلاح محسن يعني تقدر تقول بقت افضل بكتير جدا من الاول. عايز اكد لك ايضا على كريم نيدفيد، يعني ان شاء الله يكونوا طبعا كريم نيدفيد محمود متولي اللي يكونوا جاهزين مع النادي الاهلي ان شاء الله. يعني انت بتتكلم مش بكلمك على مباراه انبي او مباراه الاسماعيلي، لكن تقدر تقول بصوره مؤكده ان شاء الله يكونوا جاهزين للمعترك الافريقي بدءا من مباراه سيمبا التنزاني. اللي احنا لامسينه ايضا اللعيبه اللي يعني بتتكلم على اكرم توفيق النهارده بيظهر بشكل مميز جدا. وعايز اقول في النقطه دي يا محمد تحديدا مستر كولر مش بيتعجل في الدفع باللاعبين، بعض الجمهور يتساءل مستر كولر دفع بكريم فؤاد ولسه ما دفعش باكرم توفيق، انت عارف يا محمد ان مستر كولر الامور بالنسبه له بيبقى يعني بيرجع طبعا في البرنامج التاهيلي الموضوع مع تيتسيان اندويا مخطط الاحمال أكيد. الحاله البدنيه بيحاول يرفع الحاله البدنيه شويه لاكرم توفيق وان شاء الله يكون موجود مع النادي الاهلي في المباراه القادمه بدءا من مباراه انبي باذن الله. طيب فاروق سؤال اخير، انطونيو موديست دخل المران الجماعي النهارده ولا لسه في البرنامج البدني اللي كان وضعه الجهاز الفني ليه في الفتره الاخيره؟ لا خليني اكد لك يا محمد انطونيو موديست موجود في التدريب الجماعي النهارده، يعني شارك في الجزء الاول طبعا في مع مخطط الاحمال تيتسيان اندويا ثم في المران الجماعي في الوقت اللي انا بكلمك فيه انطونيو موديست جاهز، واعتقد يعني من الاوراق اللي هتكون موجوده مع النادي الاهلي ان شاء الله في المباراه القادمه امام انبي. مستر كولر بيتكلم معاه، لعيبه النادي الاهلي بتقربه وتدخله في الاجواء سريعا ان شاء الله يكون واحد من اللعيبه اللي موجوده مع النادي الاهلي في مباراه انبي باذن الله. فاروق صلاح موفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات من مقر النادي الأهلي بالجزيرة في أول مرة للفريق بعد مباراة الأمس أمام سان جورج في دوري أبطال إفريقيا.